أقعد كتير على هذا الدرج، ولما الدكتور كان يفوت على أوضته كانت هي تنام على هديك الكنباية. ولما يمشي كانت تمشي وراه، لكان شلون قدر يوصلها لباب المخفر؟ مشي، قامت مشيت وراه. طيب ليش ما سلمها للشرطة؟ من رقة قلبه يقبر قلبي. قال لي يا امي اذا سلمتها للشرطة اخرتها يا بالمخفر يا بمستشفى المجني. بقى خلينا ندور على اهل احسن. والله والله اتدين حق الاعلان لحتى ينزلوا بالجريدة. في شي مرة بكيت؟ يو، ولا شفت اثر لدمعة بعينها، بالعكس كانت تضحك. تضحك؟ ايه، نوراس كان يعرف كيف يضحكها. كيف؟ يعطس. مرة يا ستي عطس بالصدفة قامت ضحكت، صار كل ما شافها قاعدة لحالها يعطس وتقوم تضحك، ولما يروح على شغله تضل ماشية وراه لحتى يركب سيرفيس أو تاكسي وتطمن عليه إنه راح، وترجع تستناه بالحارة. ويا لطيف يا لطيف شو كانت تتعصب لما يتأخر وتبلش تضرب بحص على هالحيطان. إذا الله راد ابنك رح يرجع لك مع أساس مكرم. إمتى؟ سموه اليوم بكرة. كتر خيرك والله يخلي لك أولادك ويرجع لك بنتك سالمة يا حق. تسلمي يا رب.